والله ده المنتخب اداء نمطي شويه، يعني امبارح كنا متوقعين ان هيبقى فيه اداء كويس بعد ماتش تونس، بس برضو نفس الفكر الدفاعي لسه موجود. المنتخب امبارح يعني ما كانش موفق اصلا في المباراه دي، لان الجو برضو العامل الجو كان بيساعد في الكلام ديتي. غير كده الاصابه اللي حصلت للشناوي، افضل لاعب من وجهه نظر تريزيجيه مني. هو ده غير مقنع خالص يعني، والفرق كلها ما جاتش اصلا من البيت امبارح خالص يعني. انت عندك مثلا واحد زي محمد النني ده بيعمل ايه في نص الملعب؟ انا عايز افهم بس. وحسام غالي فين يعني؟ ده مش مقنع، لان انت كوبر اصلا يعني، انت اصلا بيعتمد على طريقه اللعب، طريقه لعب مؤمن سنان مع الزمالك اللي هو اصلا بسببها مشي بيها. وغير ده كله النني بيعمل ايه في المنتخب؟ ماشي، هو بياخد ادوار الدفاعيه من كوبر غير اللي بياخدها من ارسنال فينجر. ماشي، احنا عرفنا معلومه زي دي، بس هو احنا مش شايفين النجوم دي. المنتخب ناقصه حاجات كتير، ما فيش لعيبه. كوبر ده اصلا بيعمل ايه؟ اول حاجه يعني كوبر بيعمل ايه؟ واخد لعيبه مفروض ما ينفعش ان هي تلعب في المنتخب. عندك زي كابتن حسام غالي، احسن كابتن في مصر اصلا يعني، لو نزل هيظبط نص الملعب. في نص الملعب كان عندك طارق حامد، كان بيعمل ايه طارق حامد؟ النني كان بيعمل ايه في نص الملعب بتاعك عشان اصلا تحكم ان كان في ماتش؟ ماهي ده كان سايق امبارح، كنا طبعا بنلعب اضعف فرقه في المجموعه، ما عملناش ما احناش غير بكره يتيمه بتاعت مرام محسن بين وسط في ماتش اوغندا وغانا. وافضل لاعب امبارح كان احمد فتحي وعلي جبر، واسوء لاعب محمد النني. ما ينفعش بتعريفها منتخب اونطا. افضل لاعب امبارح واسوء لاعب، يعني اسوء لاعب كلهم، ما فيش افضل، كلهم سيئين. امبارح كان عامل ماتش بصراحه مش كويس، واللعيبه تبدا اللعيبه كانت امبارح مش موجوده قوي، بس لا احمد فتحي والحاضر والشناوي الشوط الاولاني، الكره بتاع الشوط الاولاني دي بتاعت الشناوي. اسوء لعيبه كان النني ومحمد صلاح. زي كل مره امبارح حاسه ان هم مش داخلين متشجعين كده، كل مره حاسه ان هم فعلا بيلعبوا. يعني اداء المنتخب كان في الشوط الاول سيء، في الشوط الثاني كان حلو يعني نوعا ما. يعني كان في ماتش يعني الكوره بتاعت مروان، وفي كوره وطارق حامد خط وسط كان جميل امبارح. عندك عبد الشافي واحمد فتحي برضه كان حاجه حلوه. افضل لاعب بالنسبه لي امبارح يعني ممكن اقول لك احمد فتحي. اسوء لاعب؟ لا كتير، من ضمنهم محمد صلاح اللي احنا كنا معتمدين عليه، كان سايق امبارح، كان خايف على نفسه. لا ده المنتخب ما كانش عاجبني، كان دفاعي خالص وما فيش تغييرات، ما بداش التغيير صح. يعني محمود كهربا ده المفروض ما يطلعش من الملعب بالصراحه، يعني هو ما حطوش في التشكيله اصلا في الستة في 18 بامانه. احنا فريق كبير واخدين 3 افريقيا قبل كده ورا بعض مع التوالي. احنا المفروض اصلا احنا اللي نبادر بالهجوم، نبادر بكل حاجه، احنا اللي نقود الماتش، احنا اللي نسيطر على وسط الملعب. اسوء لاعب مش عارف، اقول عبد الله السعيد، لان هو المفروض هو رمانة الميزان بتاع المنتخب. الارضيه والرطوبه العاليه، وكان اللعيبه برده مبكى الامر ان اول ماتش في البطوله، ويعني الفريق كله متغير عن البطوله اللي فاتت، وبقى لنا ثلاث مرات ما دخلناش البطوله، يعني حاجه صعبه. افضل لاعب كان احمد فتحي امبارح، كان هو المان اوف ذا ماتش. كان النني يعني مش كويس في وسط الملعب امبارح، مش ما كانش اداء كويس قوي، لكن هو الفرق الافريقيه عموما يعني كلها اتطورت واغلبهم محترفين، فالوضع اتغير، الوضع بتاع زمان اتغير يعني. والله هو الباكات بتاعتنا يعني تحس ان في ارتجاليه كده في الاداء، مش ما بيلعبوش يعني، ما فيش حاجه معينه بيلعبوا عليها. حتى نقل الهجمه كان بيتنقل ببطء جدا، واللعيبه ما كانتش في حالتها، اغلبهم ما كانتش في حالتها.